BFM. هلا مونديال. أيمن زروق. مثيل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على BFM أحلى راديو. أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بالجميع. حلقة جديدة من هلا مونديال. اليوم نهار 13 ديسمبر 2022، بعد أقل من ساعة من توا أولى مباراة نصف نهائي مونديال قطر 2022 كرواتيا الأرجنتين. نحكيه على المقابلة هذية، ما قبل المقابلة التشكيلة المحتملة، هل تستطيع كرواتيا أنه تعمل النهائي الثاني على التوالي في انتظار غدوة إن شاء الله المنتخب المغربي أمام بطل العالم المنتخب الفرنسي. باش نحكيو كذلك على كرواتيا اللي رجعت من حرب دمويه وعدد سكانها اقل من 4 ملايين، كيفاش ولات كرواتيا قوه كرويه ورياضيه، شنو السياسه الرياضيه لدوله كرواتيا، وكيفاش كانت الاستراتيجيه باش يقوموا بالنتائج هذيه في وقت قصير برشا، باعتبار انه كرواتيا استقلت من يوغوسلافيا عام 91، وهل يمكن تونست التجربه الكرواتيه. هذا ما باش نحكيو عليه ان شاء الله اليوم في برنامجنا. كذلك باش نحكيو على مقابلات غدوه، الاتحاد المنسير نادي الفريق، نادي الصفاقسي، الملعب التونسي، مباراة متأخرة لحساب الجولة الثانية ذهاب من البطولة. كذلك مختار تليلي سيرد على عمار جمل ويوضح حقيقة تدريبه لشبان في برج السدرية، شنو صحيح وشنو الغلط. بعد شوية يدخل معنا السيد مختار تليلي، وسعادة جدا أنه هو زاد باش يكون موجود معنا في البلاتو للتحاليل الفنية وللتعليق على هذه المسجدات. عمار جمل، مساء الفل. هلا سهلا عمار. مساء النور، مرحبا بك زروق، ومرحبا بسمير ووليد الكل ومستمعين مشاهد راديو. والله وليد خلي في بلاستك، ما أنت تضربك 3 أيام عادي يوم على فرد جنب، وبعد نرجع الجمعة الجاية ننسى عمار اللي معانا في الليكيب. وينك وينك، فاش كنت تعمل، فاش تغطس؟ والله والله ما نغطسش، شوية خدمة، شوية خارجة مع العائلة، شوية نمشي نطلع على الوالدة، تعرف مثل تعروسي جديد يا أخوي. وشوية انستغرام، شوية انستغرام، شوية يتحرك الدولة. صحيح يا أخوي، على القليلة حاجة بين، وفما واحد دولة بودير في هالبلاد. الحمد لله الحمد لله. ليش نعملوا تونست تجربة الكرواتية؟ هاو عندنا تجربة العمارية، التجربة ناجحة معناتها. عمار دولبك ماهوش داير، انت دولبك يجري سكية ولا سيزية. اخويا ربي يفضلك يا عروس، فهمني، ربي يفضلك المدام، فهمني، وتحياتي ليك وليها زادة. سمير سليمي اليوم الثاني على التوالي، اهلا وسهلا، مرحبا سمير. تحية ليك زروق، تحية العمار، بقية الاولاد، بقية الشلة، اولادنا اللي راه البلاتو، لي تكنيسيان، المخرج، الناس الكل، وتحية سيغتو للناس اللي تسمع فينا. صافا؟ تري بيان الحمد لله. في فورما، عندنا كرة اليوم، عندنا ديمي فينال. اي عندنا ماتش يستنى فينا كبير ياسر. اي نعم اي نعم، مرحبا بك سمير، مرحبا عمار، تحية لكل فريق الاعداد، عاطف الاخراج، بشرى في العمل الصحفي عن بعد، تحية لايمن الوافي في السيت ويب ولا وديجيتال ولي فيم تي في مع صديقتنا وئام رابح. عاطف نخرجوا فاصل ثم نبداو ان شاء الله في مختلف فقراتنا ومواضيعنا، باش نحكي بعد شوي على كرواتيا والارجنتين. انتم تسمعوا في EFM هلا مونديال مع ايمن زروق، مثل الجمعه من 7 ل 8 متاع الليل على EFM احلى راديو. اهلا وسهلا من جديد. اذا البدايه بشان المحلي، غدوه مباراه البطوله، نحكيو على الجوله الثانيه ذهاب، زوز مباريات متاخره في ملعب مصفى بن جنات. الاتحاد المنسيري يستقبل النادي الافريقي، وفي ملعب طيب لمهير النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الملعب التونسي. زوز مباريات متاخره اذا كما قلنا لحساب الجوله الثانيه ذهاب. المباراه الاولى سامي، الاتحاد المنسيري النادي الافريقي، هيت نذكروا بوضعيه الزوز فرق. قسم الاتحاد المنسيري موجود في المركز الثالث، لعب 5 مقابلات، عنده 2 ماتش اون روتار بما فيهم ماتش غدوه، عنده في النقاط نتاعو 10 نقاط، خلف الاولمبي البيجي 11 نقطه، والاتحاد بن كردان في الصداره 12 نقطه. باش يستضيف النادي الافريقي، حكينا البارحه النادي الافريقي عمل 3 مباريات، 2 تعادلات وهزيمه واحده. النادي الافريقي لا يفوز، لكنه امام مباراه صعبه جدا، امام منافس صعب وفي ملعب صعب غدوه سمير سليم، مع منافس مستقر
أكثر فنيا خاصة مع منافس معنوياته مرتفعة مع منافس الفستير والمحيط متاع الاتحاد الرياضي المنستيري ممتاز. الاتحاد الرياضي المنستيري في السنوات الأخيرة عمل خطوات كبيرة إلى الأمام ولا يشارك باستمرار على مستوى البطولات الإفريقية، نجاحه في إزاحة فريق كبير اللي هو نهضة بركان يخلي الاتحاد الرياضي المنستيري معنويا يكون حاضر. ماتش ماهوش سهل بطبيعة الحال، لكن يبقى ديما اسم النادي الافريقي موجود رغم المشاكل الفنية رغم الصعوبات، فإنه النادي الافريقي ديما يقعد فريق محترم وفريق كبير. الماتش ماهوش سهل بكل على الزوز فرق، ننتظروا إن شاء الله مستوى فني يكون مرتفع، نعرفوا نقاط قوة الاتحاد الرياضي المنستيري والصلابة متاعه، نعرفوا وسط الملعب متاعه والأسماء اللي موجودة عنده، نعرفوا خط هجوم ونادي الافريقي بالشبان متاعه ربما تكون مباراة الانطلاقة ذي. لا يمكن الحكم على نتيجة الماتش هذايا، داكوردو ومعاك ومتفق أنه الاتحاد الرياضي في ثنية باهية وصحيحة، والكلام هذا قلناه منذ سنوات، لكن ديما يقعد الماتش حقيقته أخرى ومعطياته أخرى وجزئياته أخرى، وبالتالي نادي الافريقي بعد ماتش نعتبر لا يمكن الحكم عليه من جهة نادي الافريقي ولا الاتحاد المنستيري من جهة الاثنين، من جهة تعامل كيفاش مش تعاملوا مدربين، ربما سعيد السايبي عنده مفاجآت، لربما يغير بعض نوع ما في التشكيلة، نعرفوا فريق شاب متاع نادي الافريقي، هذا الكل ناخذوه بعين الاعتبار. ما تنساش حاجة أخرى أنه بين دو بارادوكس، بين 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 مونستيري المستقر اللي معروف تاكوردو الاتحاد المنستيري وبين النادي الافريقي، نستناو في ردة فعل بعد ماتش تعادل ماهوش سهل راهو مع المتلوي دونك ماهوش ماتش ماهوش سهل بالكل. صحيح فما افضليه نوعيه للاتحاد المنستيري، هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه نظرا لعامل الميدان خاصه، ولكن النادي الافريقي ننتظروا منه ردة فعل تكون ايجابيه، وان شاء الله في النهايه نشوفوا ماتش حلو، ماتش يرتقي بالمستوى الفني خاصة، ونشوفوا ماتش فيه كرة. عمار، نادي الافريقي بعد 3 مقابلات وثلاثة جولات لا يفوز، وامام ممكن مش نقوله حتمية الفوز، لكن امام ضرورة تحقيق على الاقل نتيجة ايجابية، سينو باش يدخل في ديناميك خايبة، خاصة انه ثم مدرب جديد وانه ثم مدير فني جديد. في المقابل الاتحاد المنستيري هو الاتحاد المنستيري، هو المستير في بن جنات بمدرب معناتها قدير، بمساعد قدير، بجماهير كبيرة، والاتحاد المنستيري المنتشي بالتأهل على حساب نهضة بركان بطل الكاف. المواجهة لن تكون سهلة بالكل سواء للنادي الافريقي أو لمستقبل سليمان. أولا خلينا نحط الساعة المقابلة فيه، ترى النادي الافريقي مطلوب ولازم يفوز. تشوف أنت النادي الافريقي صحيح منقوص يظلي من زوز مقابلات، لكن عنده زوز نقاط، أربع مقابلات نادي الافريقي بالمقابلة متاع غدوة ليو ثلاثة، منقوص من 3 مقابلات. الاتحاد المنستيري خلينا نقوله أنه توا هو في المرتبة الثالثة عنده 10 نقاط. الاتحاد المنستيري شفناه وتفرجنا فيه قدم نهضة بركان. الاتحاد المنستيري صحيح ما بديش الديبار متاعه خاصة معناه في كلعب الشامبيونز ليج، ما شفناش الاتحاد المنستيري، لكن في كاس الكاف تشوف أنت خرج نهضة بركان، نهضة بركان بالملعبية برئيس الجامعة متاعها معناه بالقوة متاع نهضة بركان. النادي الافريقي مطالب غدوة بالفوز، ما كانش باش تدخل في دوامة متاع صراعات اخرى، وتعرف انت جمهور النادي الافريقي وبيستنى معناها في فيكتوار اللي هو باش ينجم يطلع به شوية في الكلاسمون ويولي ينافس حتى على 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 بانه باش يتأهل. مقابلة ماهيش باش تكون سهلة، ماهيش باش تكون سهلة، وماهيش تكون خاصة ان مزوج جمعية كبار، فما صحيح الأفضلية للمستير بحكم أنه لعب أكثر مقابلات، بحكم أنه يعني حتى المورال خلينا نقوله معناها طالع شوية، بحكم أنه قاعد يخدم في ظروف ويلعب في ظروف مريحة ويلعب في استاد وقدم جمهوره، لكن مقابلة ما هيش باش تكون سهلة بصراحة. نعملوا قراءة في الكلاسمون حتى توا نتذكروا خاطر بوك العباد نسيت شكون الاول شكون الثاني. بنقردين في الصدارة 12 نقطة، والأولمبي البيجي لعب المباريات الكل 11 نقطة في المركز الثاني. اتحاد المنستيري منقوص زوز مقابلات في عنده 10 نقاط، سليمان 9 نقاط في المركز الرابع، 3 تعادلات هزيمة زوز فوز 3 تعادلات وهزيمة. نجم المتلوي 6 نقاط، أولمبيك سيدي بوزيد 5
نقاط ونادي الافريقي مركز الاخير بزوز نقاط فقط لكنه منقوص من 4 مباريات. تعطينا مؤشرات ولا حتى شيء ما هو واضح؟ خاطر الناس الكل ناقصين مباريات، اللي يلعب 7 اللي يلعب 3 اللي ناقص 2 اللي ناقص 5، من يذول ما نجمو نستندو على حتى معطى بارابول الكلاسمون هذه. صحيح الحقيقه ما شيء ما مفهومه. صحيح ما نجموش نعطيو معطيات حقيقيه ولا واقعيه باعتبار انه كل فريق قداش يلعب الماتش. فما شكون يلعب 7 كيما بيجا رجيش متلوي، 3 فرق فقط من 8 لعبوا مبارياتهم. الاتحاد بنقردان اللي هو متصدر ب 12 نقطة لعب 6 مباريات، معناها من 18 نقطة ممكن تحصل على 12 وناقص ماتش. بيجا في المرتبة الثانية 7 نقاط لعب ماتش الكل عنده 11 نقطة. النادي الافريقي ثلاثة مباريات معناها 9 نقاط ممكنة جاب منهم زوز برك، جاب منهم زوز برك. وهذيك هو الإشكال، يعني من 9 جايب 2 دونك عمل خسارة متاع 7 نقاط. مطالب وأنا معناها مع عمار بالضبط، مطالب بالتدارك وبسرعة لأنه هذه بطولة صغيرة في عدد المباريات وكل ماتش راهو يتحسب، ما عندكش مجال كبير للتدارك، وبالتالي النادي الافريقي مطالب بالتدارك وبسرعه. دونك ما نجموش نعملوا التقييم تاعنا الصحيح باعتبار انه كل فريق لعب مباريات مختلفه على الاخر، ولكن كيف نشوفوا بعد 3-4 جولات اخرين نجموا نحكموا اكثر. الفرق اللي لازمها تدارك اولا هو النادي الافريقي باعتبار أن الوضعية متاعه في المرتبة تقريبا 8 توا، لكن عدد المباريات الناقصين ويلزم يستغلهم وياخو أكثر ما يمكن من النقاط في انتظار جولة القمر توضح الرؤية أكثر وأكثر. عمر حتى التوا معنا حتى معطى ثابت باش نقيموا به فريق إكس ولا إيكغريك ولا زيد، وما عندناش معطيات باش نجموا نقارنوا فريق بفريق وإلا نجموا نحلوا أرقام. لا عندنا معطيات ثابتة واضحة ولا عندنا معطيات واضحة زادة تخل نقولوا نتفرجنا في الما في الفريق هذايا 3-4 مباريات اللي تفرجنا في فرق هكا كيلكو بو دو ماتش متاع في ستريمينج دي ريزومي مع ارقام معناتها ملخبطه غير مفهومه. كيفاش نجموا حتى لتوا هنا في ديسمبر ما ثمعناش معطيات ملموسه نجموا نقيموا بها ونحكيوا فيها؟ لا عندك اولا لا عندك معطيات نتاع انك تنجم تقيم الكلاسمون داخل بعض، شكون الاول شكون الثاني تفهم شيء؟ ما تفهم حتى شيء. فما عباد لعبه 3 والاخرين لاعبين 7، وفما شكون لاعب 5، فما شكون لاعب 6، ما عندكش ما تنجمش الكلاسمون. انا ما نجمش نحكي عليه تو، انت تقول لي بكري في الكلاسمون ما نجمش نشوف الكلاسمون، ما تحلل الا ما يوفيه كل مقابله كل ما يوفيه المقابله الكل باش نجمو نقيموا الكلاسمون وشكون مفورم وشكون مش مفورم. باه على القليله يا خويا حابين نتفرج ومش تفرج وين خويا؟ ما عملتش ابونون في المنصه. منصه شنو؟ منصه الزملاء نتاع الديوان يا اخي. هما عاملين منصه نتاع انك باش تدخل لها لازمك باك بلس 7 ولازمك ايميل. معناها بابا مثلا ما عندوش ايميل، شنو لازمو يعمل؟ يتسلف ايميل، يمشي لشكون يبدا؟ معناها فما حاجات عملها. معناها لازم كونيكسيون، لازم كونيكسيون مش خايبه، لازم كونيكسيون قويه باش تفرج. معناها في تونس انه الحاجات اللي عندك 4G لازمك تصب 50000 انترنت. هما مشكورين على لا مشكورين على الخدمه على الاقل. اما شويه تسهيلات خويا تو من جهه نلوموا على الدوله كيفاش نهزوا من ورقه لورقه نمشيوا باش نصحوا باش تلقى، ومن بعد ما تلقى حتى شيء باش تطلع بلوب الموضوع ما تلقى شيء. ومن جهه اخوي العزيز تجيني تحط لي ايميل ندخلك نحطوا لي ايميل. معناها شوف اني كتقول لي انت اوكي اني ندخل ونحط ونتفرج. هي ما اخويا امي وكل المواطن اللي ماهوش قاري وكالناس اللي ما عندهاش ايميل شنو نعملوا فيهم؟ معناها اي واللي ما عندوش كونيكسيون واللي ما عندوش فلوس واللي ما وصلتوش الكونيكسيون في الريف وكذا. خويا 2023 قاعد تقعد خويا تحط تليفون وتحط في الايميل وباش تدخل وكل شيء وتشوف تخلط على الماتش تشوف ليه خويا. والناس شوف انت وين وصلت، معناها وين تتفرج في المقابلات وبين سبور وعالم اخر. علاش ما تعملش منصه انت يا عمر جمال تعدينا فيها الماتش شويه؟ تعمل منصه اجي سميها اجي بلس عمر جمال بلس وعدينا فيها الماتشوات. شنو ما دولي بيدور؟ شوف دولي بيدور. احنا يا اخويا والتوانسه تربينا على شنو؟ تربينا يا اخويا نتفرجوا فك التلفزه نحطوا يا اخويا العباد الكل القاوي وكل شيء. الشارم حتى الشارم خويا نتاع الكوره الشارم هذاك فقدناه، ما عادش عندنا حتى الشارم. ولا العباد اللونتين التيريستر هذيك ونبداو ندخلوا السطح وندوروا فيه باش نلقاو باش نلقاو ليماج. يقول لك فرشيته ولا كاسكيت يا حسره.
يا حزراوي نادي الصفاقسي في المجموعة الثانية باش يستضيف زاد الملعب التونسي، ملعب التونسي في وضعية مريحة في وسط الترتيب، منقص من زوج مقابلات، عنده 6 نقاط. نادي الصفاقسي كذلك ما ربح حتى مقابلة من 3 مقابلات، عمل زوج تعادلات وهزيمة واحدة. غدوة نادي الرياضي الصفاقسي يلعب في طيب المهيري. سمير السليمي، النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا مش تقريبا في نفس وضعية النادي الافريقي بالضبط، 3 مباريات للافريقي، 3 للصفاقسي. النادي الافريقي عنده نقطتين، السي اس اس عندهم نقطتين، وهذا ما يتمشاش مع سمعة وعلاقة الزوز فرق هذوما. ربما التعادل امام الترجي ربما على المستوى المعنوي بالنسبة للسي اس اس يعطيه ربما امال انه ينتصر في ماتش الملعب التونسي ثم تكون الانطلاقه الحقيقيه. لكن على 3 مباريات، نفس الكلام اللي قلناه، على 3 مباريات النادي الصفاقسي من 9 نقاط تحصل على نقطتين، راهو حاجه سلبيه برشا نظرا للامكانيات الكبيره للنادي الرياضي الصفاقسي. راهو نتكلموا في الكلام هذايا في نفس الشيء اللي نقولوه على الملعب التونسي، وقلنا الفريق هذايا قادر على المنافسه الموسم هذايا نظرا للامكانيات الكبيره. 5 مباريات 6 نقاط، معناها من تقريبا 15 نقطه يتحصل على 6 نقاط اقل من شرط. الحصيلة زادة ما هيش إيجابية صراحة بالنسبة للملعب التونسي رغم الإمكانيات الكبيرة متاع فريق الملعب التونسي. وبالتالي ننتظر كيف قلنا على مستير كلوب أفريكا، ننتظر ماتش قوي ما هوش يسهل بالكل نظرا لقوة وإمكانيات فريق الملعب التونسي اللي إن شاء الله يوري هنا. لكن في المقابل كذلك نادي الصفاقسي في تطور، قاعد يتحسن، تعادل مع الترجي معنويا باهي، وننتظر إن شاء الله ماتش يرتقي إلى مستوى اللي نأملوه نحن باش نتفرجوا شوية كرة من غير هجوم تقريبا. غدا سي اس اس عمار جمال، من غير دياكيتي، من غير حازم حاجة أحسن، ورطة كبيرة للمدرب اللي غدا سيشرف من المنتظر على مباراته الأولى هذا من جهة نادي الصفاقسي، من جهة الملعب التونسي آخر مباراة لعبها قبل كأس العالم، على عكس سي اس اس اللي لعب مقابلة ضد الترجي يوم سبت الفرد. ورطة كبيرة في معنا نشوفوا أنه معنا ما عندوش إفكتيف نادي الصفاقسي الحقيقة، ممنوع من الانتداب، ونزيدوا نثقلوا طبعا. جمهور نادي الصفاقسي يعرف جمعيته ويعرف اوكي تو تقول لي نادي الصفاقسي نجح مع المدربين الاجانب ممكن اكثر من التوانسه، اي اوكي نجح صحيح، نجح مع ديكاسيل، نجح مع رودو كرول، لكن الوقت الحالي انت كي المدرب اللي تجيبه يا يكون يا اخويا على مستوى عالمي، يا زيد انك تجيب فيه مدرب اذا كان ميلزموش يكون على مستوى عالمي. تو نادي الصفاقسي كريم دلهو مخدم خدمه ممتازه يعني، وفي المشاكل هذه نتاع النادي الصفاقسي يجيبوا في مدرب اجنبي وعندهم اولاد النادي موجودين، هذه استغراب كبير من الهيئه بصراحه. انت ضد تعيين مدرب هذايا ولا ضد تعيين اجنبي بشكل عام؟ اولا انت شوفوا المدرب، شوف السي في نتاعه، مش حاجه كبيره، مش حاجه كبيره، ما عنده حتى شيء، حتى في الجمعيات اللي مشي لهم معناها هكا نتاع شهرين وكل شيء ومن بلاصه معناها يبدل وما عندوش سي في نتاعو ماهوش قوي. يعني حبيت النادي الصفاقسي يخلي كريم دلهوم، خاطر تحب ولا تكره كريم دلهوم خدم خدمه ممتازه في صفاقس، خدم خدمه ممتازه وفي سبكيس تونس معناها، وطلع ويعرف السنتر فورماسيون ويعرف المشاكل نتاع النادي، حبيته يقعد معناها في نادي الصفاقسي. الحاجه الثانيه انه ما عندوش هجوم صحيح، لكن نادي الصفاقسي ديما عنده شبان النادي ديما موجودين، وحتى في الفتره الاخرى صحيح دياكيتي وحازم حاجه حسن معناها عندهم الثقل نتاعهم معناها، وخاصه اللي كاليتي الموجوده عند زوج لاعبين هذوما، لكن معناها ديما نادي الصفاقسي ديما تلقى الشبان ديما موجودين، وخاصه انه شبان يقول لك مدرب جديد معناها، يقول لك شبان ومدرب جديد معناها باش يعطي حاجه، يقول لك يعني نحب نفرض روحي نحب نفك بلاصتي. الملعب التونسي جاب ملاعبيه كبيره معناها تشوف انت افكتيف ممتاز جدا، لكن شنو اللي خان الملعب التونسي؟ اللي خانه هو الملعب نتاعو، الملعب التونسي خانه الملعب نتاعو، الملعب نتاعو معناها ما يلعبش كره، فيه برشا مشاكل، ما تنجمش تلعب كره تجيب ملاعبيه، هذا اللي نحكيوا عليه المره اللي فاتت، انك تجيب ملاعبيه وتعطيهم لازم تعطي تحذيرات واستراتيجيه ودرا شنو في الاخر اللي عندك ماتيريال تحطوا لازم ظروف، وانت تجيبوا يعمل تكنيسيان وتجيبوا معنا فيزيك وتحطوا في ملعب ما تنجمش تلعب عليه الكره، يسي نورمال ما تمشيش معاك النتائج. لكن في هذا الكل انه النادي الصفاقسي لعب مقابله مع الترجي وقاعد يحضر في 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 ظروف ممتازه، عكس الملعب التونسي اللي معنا قبل كاس العالم ما لعبش حتى مقابله، معناها غدوه اولا ماشي تكون مقابله سهله
خاصه معنا على النادي الرياضي الصفاقسي، وماهيش باش تكون زاد مقابله معناها ماهيش باش تكون ماني قلت لك بالكلاسمون ما نجموش نفهموا، فما برشا حاجات ما نجموش نفهموا بالكلاسمون. باش نقول لك النادي الصفاقسي في المرتبه الاخرى الاخرى، والملعب التونسي معناها في في المرتبه الخامسه، ما نجموش يربح غدوة تولي ان بوان بيناتهم وتولي سي سي هذاك علاش احنا الكلاسمون والسي بي الاخرى ما تفهمش شيء، ما نجموش نحكم عليه، ما نجموش نحكم على الكلاسمون. لكن ديما في المقابلات من اول الدنيا ديما الملعب التونسي ونادي الصفاقسي ديما هناك مقابلتهم تكون حماسيه ويكون فيها برشا فرجه. باهي الملعب التونسي حصيله نتاعو حتى لتوا فوز وهزيمه وثلاثه تعادلات، هذا بالنسبه للملعب التونسي سجل 6 اهداف قبل 5، هذه حصيله الملعب التونسي ولعب 5 مقابلات منقوص من 2 مباريات ضد النادي الصفاقسي غدوه يوم الاربعاء المقبل ضد الترجي الرياضي التونسي في ملعب الهادي النايفر. عندك اضافه ولا نمشيو للتليفون سمير؟ باهي هذا دونك في خصوص البطوله. بعد شوي نحكيو على كرواتيا والأرجنتين، لكن تسيت عنا تليفون يأتي في حق الرد. به سي سمير وسي عمار، الأسبوع الفارط المحلل الفني متاعنا عمار جمال عطى رايه بعد تأهل المنتخب المغربي، قال المغرب طردوا مدرب كبير في قيمة ليلو زيد شو جابوا الرقراقي، ونحن حاطين مختار تليلي يكون في الشبان في برج السدرية، وتقولوا لي تحبوا نطوروا كرة القدم التونسية. على خلفية التصريح هذايا اتصل بنا سيد مختار التليلي، عنده ما يوضح وعنده ما يرد. مساء الخير، مرحبا على سالسي مختار. مرحبا بك، احنا وسهلا ايمن، احنا وسهلا بالحضور. انا والله مصدوم، ولو انا جينا كاراباس كي سوليد مفروض ما نخش موقف من الاشياء كما هي، لكن نحب نعرف ايش عنده معايا السيد هذا. انا لا ما اسميش سيد، لا لا ما اسميش سيد، ما اسميش سيد، لحظه لحظه، ما اسميش سيد، يهديكم يهديكم، اولا ما اسميش سيد، اسمي عمار الجمل، ما اسميش سيد، يهديكم يهديكم. سي عمار، انا قلت لك عكس، انا لا لا اسمي عمار الجمل، ما اسميش سيد، يهديكم ربي. عمار جمل وسي مختار بالله، قبل كل شيء سي مختار، سي مختار، سي مختار، سي مختار، ما قلتش حاجه غلط، سي مختار ما شبيتكش، سي مختار انت تحكي على المغرب، تحكي على المغرب وانت غلط راك، خاطر المغرب اللي فيش اونتوني ولا شمال، وانا ديريكتور ادمينستراتيف في بورصه الدريه يا سيد، انا ما عنديش حتى مسؤوليه فنيه في بورصه الدريه. يعني انت مدير اداري، انت مدير اداري يعني. وكان دخلت على جوجل ولا على كيتيديا. لا 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 ما تدخلش على جوجل، او عندي التصويره يا سي مختار، او عندنا التصويره. شي او عندنا التصويره اخويا. يا ولدي يا البنك، كيفاش تقولي اداري؟ هاو على البنك. انت اصغر من ولدي صغير. اصغر من ولدك ونحترمك وكل شيء، لكن احنا نحكيو كوره توا سي مختار. نعم نحكيو كوره احنا توا، مانيش نحكيو نشوفك في الشارع. انا ما عندي حتى مسؤوليه. تحكي كوره، اسمحوا لي بالله امان خلينا ندخل لحظه بركة عمار سي مختار، امان اسمحوا لي لحظه خلينا ندخل بالله ساعه، اول حاجه بالله خلينا نحترموا بعضنا وهي خلينا نوصلوا الفكره كونفنا بلا ما سي مختار يا سي مختار عمار يقص عليا، يعني انا اللي قص يا سي مختار اسمعني. انت طلبت حق الرد لتوضيح موضوع انه انت ما عندكش خطه فنيه في مركب برج السدرية. حتى لحظه فنيه ما عندي. باهي شنو الخطه هي؟ خلينا نفهموها خاطر ثم لوبس. انا مدير مدير ادمنستراتيف. شنو هي الخطه؟ شنو هي الجوب ديسكريبشن؟ عايش في عيني، انا ما نحضرش في الانترينمون، ما نعطيش رايي في الانترينمون، ما نعطيش رايي في الملعبيات، انا عندي بارير غادي ما نفوتهاش. اي فيما تتمثل الخطة سي مختار؟ فيما تتمثل الخطة؟ فيما تتمثل الخطة المدير الإداري؟ هذه اسمها الخطة، هي مدير إداري، عندك تاج أدميرس خطط إدارية، فيما تتمثل هذه الخطة سي مختار؟ تتمثل مشاكل الأولاد في 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 المعاهد التعليمية، تتمثل في كل ما من شأنه أمراض والحاجات والإصابات والحاجة آمنت بها، باش نخليو المدربين يخدموا على راحهم في راحتهم، كلف الحرية والراحة. انا وقت نجي تجي الخمسة نتاع العشية انا ماشي عندي حد دخل، ماشي عندي حد دخل، خاطر انا نصيف انا نقول للمدرب لعب هذا ولعب هذا، انا ما يجيش با من نوع الناس اللي نداخل. انا تعطي رايك في الامور الفنية وفي الملاعبية؟ ما نعطيش رايي عايش خويا ايمن، ما نعطيش رايي.
واسالهم الكل يقولوا لك ما نعطيش راي، ما عندي حتى صفه باش نعطي راي. باهي، شنو التصويره اللي انت موجود في بنك الاحتياط في النشيد الوطني خلال واحده من مباريات الشبان هذيك، شنو بالضبط وضح لنا؟ شفت عمار ما يعرفش، شفت عمار ما يعرفش. هذيك يا سيدي مع الايجنت روا، مع الايجنت روا، انا كونسي تكنيك ناسيونال مع الايجنت روا. نحب نسالك كيفاش فني، فني ومدرب عنده خطه اداريه هكاك؟ نحب انا نحب هكاك بعد 53 سنه، مش بالحب يا سي مختار. راسي وجعني بعد 53 سنه خدمه، راسي وجعني ياسر، حبيت نتجنب ونبعد على تشكي هاد امور فنيه وقال وقيله وجاب وما عمل وما عملش وقد ما قدش. دونك انا لقيت راحتي عاد نخدم على واحد ما عنديش حتى شيء. باهي، ميساش نتفاعلوا مع بعضنا، هو سيتا وحق الرد كمل كل شيء، ميسالش هاو نعملوا حوار توا بين سي مختار وبين سي عمار بالله امان، معناتها من غير تشنج كل شيء، انت ما اقنعكش الاجابه، ميسالش نتفاعلوا مع بعضنا. وي عمار تفضل. ما اقنعنيش، قلت له شو ما اقنعوش، شو ما اقنعوش، شو انا فني بسيفه باش تقنعوه يا اخي؟ كل واحد حر زاد في راي مو سي مختار. انا مش فني، مش هو حر، انا مش فني انا يا اخي. انت قلت اني توا، انت مره تقول لنا فني، مره تقول لنا اداري. مانيش فني انا، مانيش فني انا، مهمتي ماهيش فنيه، عايش ولدي مهمتي ماهيش فنيه، اداري. ويجعك راسك معناها من 53 سنه سي مختار من الخدمه. اي من خلال بس انا ما تحت حد عام عايش ولدي عنا 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 شبان متكونين امور اداريه، وعنا شبان في قصر السعيد خارجين، وعنا شبان من اللي نابس خارجين. سي عمار، سي عمار، الشبان تحكي عليهم 90% انا قريتهم. 90% شنو سي مختار سامحني؟ انا قريتهم ونعرف فيهم الامتحانات نتاعهم. وسي صغير زويته زاد قراهم، وسي كمال القرصي زاد قراهم. اي ايش بيه؟ مش وعدك معناها طول عمري، انا شنو طول عمري موجود في بقعه واحده، ما هو ندور واحنا شغل تكنيك، كل ما واحد يجي وكل ما واحد يخدم، والمهم هي الامور تمشي والناس تخدم على روحها. يعني انا نقريوهم يقعدوا في الدار، نقريوهم اذا كان انت ما ياخذوهمش نعملوا لهم احنا الشبان. ليش ينجم بور السدريه يتدبهم، ينجم عندنا يا سي مختار، ثمانية تكنيسيان عندنا في بوسنة. يا سي مختار، يا سي مختار، جيرو كي كان في اوكسير شد خدم اكثر من 20 سنة، من بعد ما حطوهش في خطة ادارية مشى على روحه، قال هكا هو اني تعبت سيء كيما قلت انت تعبت مشى على روحه. انا من حبس ناتي انا نشد الدار ونشد، انا نحكي كان على الماضي ونحكي كان على المشاكل اللي ما تهمنيش. زاد سي مختار ما نجموش زاد ناخذوا وقتنا ووقت غيرنا. ما عنديش وقت قبل، انا ما خديتش حتى وقت حل، خدمت ما خديتش حتى وقت، انا خدمت وقت اللي يطلبوني انا نخدم. سيتو يا اسمعني، تعرف انا وقتاش خرجت في روتريت؟ تعرف ايش؟ انا خرجت في روتريت عام 2000. تبارك الله، معناتها 22 23 سنه روتريت سي مختار. 23 سنه روتريت انا، انا واحد حديث هو ما خليني اجي اخدم، تخدم خدم نخدم. شكون اللي قال لك الخطط هذه تجي من عند شكون؟ من عند الفيدراسيون، من عند الوزاره؟ كيفاش يقع الانتداب سي مختار اللي مهتم بخطه في برج السدريه؟ كيفاش يعمل؟ يعمل كونكور؟ كيفاش يعمل؟ لا مش كونكور، تتعين تعينوا لدرجه هي تعين. دونك الملام على الجامعه تقول انت، مش على ما تقول انت ما فرضتش روحك، يعني قصدي ما فرضتش روحك. لا انا مش هيك عايشك، انا درمت المنتخبات نتاع تونس كلهم، انا درمت الانديه الكبرى كلها ما عدا نجم الساحلي. دونك ما عنديش اشكال انا. باش نخدم، انا ما نخدمش، انا اللي يطلبني نخدم. جيت ديسبونيبل يعني على نفسي ذات النوع. معناها ما هوش خطر علاقتك طيبه برئيس الجامعه انك موجود غادي. شنو واش ما دخل هذاك؟ انت وحدك مشيت لان وصلنا الرئيس الجامعه، تو قلت الجامعه انت. الجامعه هي اللي تعين، الجامعه اللي تعين. شكون اللي عين؟ مدير فني مش الجامعه. اي صغير زويته عين مختار كيلي يعني. عين الناس الكل اللي معاه في الدير سيتي كليك، مش مختار كيلي، عين الناس الكل. انا نحبوا نحرفوا الكلام ونطلعوا من السعده ونتكلموا كيما نحبوا احنا. لا مش هكا كيما انت سي مختار تتكلم كيما تحب انت زاده. يا كل واحد يعطي رايه. انا نعطي فيك بالمترافه لا كبير عليك. سي مختار حاجه، سي مختار حاجه اللي نحب نقولها لك، اللي نحب نقولها لك، فما شبان اولى بالمنصب هذايا
اللي نحب نقولها خدمت خدمت كرة القدم خدمت كرة القدم بارك الله فيك قلت لك عاد عاد خدمت في وقت من الوقت انك خدمت كرة القدم لكن توا وقت الشبان وقت ناس نجم تفيد الرياضة سي مختار اسمعني المدرب يرجع كالمدرب على الملعب وقت اللي يجي وقت ويكبر شوية يتقدم في السن شوية يولي يخدم في حاجات أخرى يا سي مختار راك عندي فما تصويره عندي اني توا كان يشوفوا فيها راو انت بعد ماهر الكنزاري في البنك ايه ايش بيه انا كنت في تكنيك انا كنت في تكنيك ايش بيك يا رجل يا اخي يا اخي واش قلت لي توا مش قلت انا ماكش امور اداريه سي مختار انت كونسيي تكنيك تاعش معناتها سي مختار انت كونسيي تكنيك معناتها مستشار فني ما تحرمنيش يا ايوه ما تبداش تزين الزياء شوف انا في بوكس في الزياء هذا فونكسيون اخرى معناتها تي كونسيي تكنيك مستشار فني في منتخب الاولمبي اسمعني هذا عندي الكونترات تاعي انا مستشار فني مسؤول على على تسيير الاداره في تكوين النخبه لبوش الدريه هذا مش مكتوب في الكونترات تاعي دونك لكن وقت المدير اي دونك تكون في الاطارات شبان اسمع مع ماهر امشي مع ماهر وعاون ماهر وقف معاه احنا في الكونترات مطالبين وقت فما طلب تاع خدمه نمشي ونخدم باهي واضح جدا انا اللي فهمته من عندك مساحه واصله هكاك واصله هكاك ولكن وقتها لي نقول لك يا عمار ما يهزك ما يهزك اي حاجه يا وطن يا جبل ما يهزك اي حاجه واكش انت الاولاني انت باهي لا سي مختار احنا نحكيو في الحقيقه احنا نحكيو في الحقيقه واحنا احنا نقول في الحقيقه هو هو ديجا هاكريتد كنا نحكي له قال امور اداريه توني ما نحبش هو علق ما علق ليله خلينا نحكيو هو علق قال لك امور اداريه من بعد قلت له فاش تعمل في التصويره هوني قال لك لا قلب معناها فيزا قلبت الفيستا فيزا قلب الفيستا باهي ما نعرفش كان معنا سي مختار تليلو ليه نحب نساله على ثم بوست يعني معناتها المسؤول على التكوين في بورس دري من هو المسؤول على ما عادش معنا قص الخط معناتها باهي سمير فهمت حاجه معناتها سانسيرمون لا بكل صراحه مش مفهوم فاني مفهوم اني فهمت لازم يوضح لي تاش كل واحد التاش بتاعو كيف كوا كل واحد شنو يعمل كل واحد وقتاش تبدا معناها مهام وين تنتهي يا اخي تكوين المكونين والرسكله والاطارات الفنيه ماهوش كوتي فني هذا غير كوتي فني اما كيفاش قلنا سي مختار جانب اداري يا الجامعه التونسيه اللي كنت الاداره الفنيه وفما ما كوتي الاخرى الامور الاداريه بطبيعه الحال بون هذا حق الرد بالنسبه لسي مختار انا ما نحبش هو علق اني مانيش نتكلم اما لا نعاود شنو لا نعاود لا نعاود باهي كان هذا اذا مختار تليلي طلب حق الرد اعطيناه حق الرد حبينا نفهموا شنو بالضبط لكن على ما يبدو انا حسب ما فهمت انه ثم نوع من التضارب خاطر المعلومه اللي قالها لنا في اول مداخله مش نفسها اللي كامل بها المداخله على كل نتمنوا كسوسوا مختار تليلي غير مختار تليلي اللي باش يكون مسؤول على شاده بوست في بورس دريا نتمنوا له التوفيق ثم ناس بطاله ثم ناس في حاجه اكثر تعرفوا انت مدير فهمتني. المركب نتاع ماذا بينا نعرفوا زاد اكثر شفافيه في كيفاش يتعينوا وقتاش يتعينوا اسكو يتحل كونكور تتعدى من غادي لغادي وقت اللي نحن نحكيو على الشبان ماهيش كلامك هيك سمير راه شبان وشبان ونقروا نحن في المغرب معناه ها وهذا هو شنو هو برج سدريه معناتها هو تكوين مركز الشبين. تكوين الشبان نتاع النخبه اللي باش يلعبوا في ليكيب ناسيونال فما في جمعيات مستفعه بهم باش نبيعوهم للاوروب وين بعنا ما بعنا حتى شيء قعدنا اخوي العزيز هكا نتفرجوا في الناس تلعبوا كل شيء واحنا نتحصروا كي تقول فيه كلمه وتقول فيه كلام الحق يا اخو حق الرد اعطيني وينهم اش كوننا احنا توا في الشبان وين مش كوننا من يكون شكون اللي يكون شكون تاعنا ما نعرفوش شكون في بورصه الدريه اصلا فوالا دونك هذا الفيرسوس حق الرد ناخذ فاصل صغير ثم باش نرجع نحكيو على الارجنتين وكرواتيا وتجربه كرواتيا باش نقعدوا في الايطالي راح نحكيو فيه كيفاش يكون الشبان نتاعهم كرواتيا كيفاش سياسه الدوله بالنسبه لكرواتيا فقط فيها 4 ملايين نسمه ما عملت الاستحقاق هذا الرياضي كره القدم وغير كره القدم بعد الفصل هلا
انتم تسمعوا في اي اف ام هلا مونديال مع ايمن زروق مثل الجمعه من 7 ل 8 متاع الليل على اي اف ام. احلى غدوة. مرحبا من جديد. بعد 4 درج من توا كرواتيا تواجه الارجنتين، نصف نهائي الثالث في تاريخ كرواتيا في كره القدم. سمير، النصف النهائي الثاني على التوالي، ممكن اذا كانت ترشح النهائي الثاني على التوالي. سمير، كرواتيا عانت من حرب دمويه، نسبة السكان متاحة عدد متاحهم أقل من 4 ملايين نسمة فقط. كيفاش كرواتيا أصبحت كرة قوة كروية، ومش كان كروية، رياضية، في الهاند شامبيون دو موند، شامبيون أولمبيك، الواتر بولو، أبطال كذلك في الباسكيت وفي الرياضات الفردية. التجربة الكرواتية باش نسمعوا التقرير من إنجاز زميلتنا بشرة سعيد، ندعوكم أنكم تسمعوا شنو صار في التجربة الكرواتية، شنو صار في الجانب السياسي والاستراتيجي، ثم باش نرجعوا نعلقوا في البلاتو. كرواتيا دولة أوروبية في وسط القارة، مساحتها 56 ألف كيلومتر مربع فقط، وعدد سكانها 4 ملايين نسمة. استقلت على يوغوسلافيا عام 1991، ومن وقتها الحصيلة الرياضية كانت استثنائية في كل الرياضات الجماعية والفردية. لكن يبقى السؤال، كيفاش يمكن الدولة صغيرة وهشة اقتصاديا واجتماعيا أنه تنتج الكثير من الأبطال في مثل هذه التخصصات المتنوعة؟ تحتل الرياضة مكانة مهمة برشا عند الكروات، والرياضة دخلت في اللدين متاع العائلات باعتبار أنه الدولة تبنيت الرياضة في منظومتها التعليمية. أولا، النشاط الرياضي يعتبر إلزامي طوال المسار الدراسي، وماتير سبور عندها ضارب قوي عند التلميذ، بالضبط كما المات والفيزيك واللغات. هذاك علاش الأطفال تعودوا على النشاط البدني اليوم. بخلاف هذا، الأطفال تعودوا على ممارسة الرياضة ملي يتولدوا، وتقريبا ما فماش طفل كرواتي ماهوش مقيد في نادي كرة قدم وإلا كرة يد ولا باسكيت ولا أي نوع من الرياضة في جمعية سيفيل خارج المدرسة. المعطى هذا كان عنده تأثير في زيادة معدل النشاط الرياضي عند الشعب الكرواتي، وما زاد شجع هو النظام التعليمي اللي يعتمد على حصة واحدة صباحية والعشية، تلامذة يكونوا متفرغين ممارسة الأنشطة الرياضية باش ينجموا يكملوا بكري ويروحوا يراجعوا دروسهم الغدوة. حسب آخر تعداد سكان، يوجد في كرواتيا 16 ألف نادي رياضي من مختلف الاختصاصات، وأكثر من 1.5 مليون مجاز، بمعدل 37% من السكان، اللي يعتبر معدل مرتفع جدا مقارنة بنسبة السكان. ومن بين 16 ألف النادي فما 1500 نادي كرة قدم بطاقة 130 ألف لاعب من مختلف الأعمار والأجناس. حب الكروات للرياضة ما يقتصرش على كرة القدم فقط. منذ استقلالها عام 1991 أحرزت كرواتيا على 44 ميدالية أولمبية، وهون نتذكروا بطلة العالم 4 مرات في الوثب العالي بلانكا فلازيتش، كأس ديفيس للتنس 2018، واللاعب مارين سيليتش بطل ويمبلدون. بخلاف منتخب الباسكيت وأساطير كيما توني كوكوتش ودرازن بيتروفيتش، مع سمعة كبيرة برشا في رياضة التزلج والجيمناستيك. ومن غير ما ننسي ومنتخب كرة اليد بطل العالم في مناسبة وبطل أولمبي في زوز مناسبات، وفريق كرة الماء اللي أحرز الميدالية الذهبية الأولمبية في 2012 والفضية عام 2016. التجربة الكرواتية هي مزيج من الموهبة وحب انتماء لبلادهم وكذلك من سياسة الدولة. رغم هذا تعتبر البنية التحتية في كرواتيا سيئة جدا مقارنة ببلدان أوروبا. نلقاو ملاعب قديمة وفي حالة مهترئة، فقط 5 ملاعب مؤهلة من الاتحاد الأوروبي، والبطولة ضعيفة، والأندية ما عندهمش سمعة كبيرة باستثناء دينامو زاغريب. بالإضافة البرشا فساد ينخر كرة القدم، وممكن حتى أعلى نسب الفساد في كرة القدم الأوروبية. هذاك علاش المواهب ملي هما صغار يخرجوا لبرا ويحاولوا يلقاو عقود في أندية أوروبية كبيرة، والطلب موجود باعتبار الموهبة والتكوين الصحيح. رغم أنه البنية التحتية مهترئة وتكاليفها باهظة جدا والدولة غير قادرة على تجديدها، والأندية والبطولة ما يجيبوش سبونسورات ينجموا ياخذوا على عاتقهم بناء الملاعب، النظام الكرواتي القى الحل في توفير المستلزمات هذه في المدارس. ما فما حتى مدرسة ابتدائية ولا كوليج ولا ليسي ولا حتى جامعة ما فيهاش ملاعب كرة قدم مصغرة، ملاعب كرة يد وملاعب باسكيت. الدولة شافت انه الحل هو التكوين في المادة الخام اللي باش يكون ليه منفعة على البلاد وعلى صورتها في الخارج.
وهذا ما صار، لأنه حسب دراسة صارت مؤخراً أي مواطن غير كرواتي يتسألوا شنو تعرف على كرواتيا، الإجابة تكون مودريتش أو دافور سوكر أو باليتش، وزيدا نهائي كأس العالم 2018. تعتبر كرواتيا نموذج يحتذى به كبدل ناجح جداً حسب إمكانياته الاقتصادية السياسية والاجتماعية، ويبقى السؤال هوني، هل يمكن تونسة التجربة الكرواتية في تونس؟ هل يمكن تونس هذه التجربة؟ عمار جمال برافو لبشرة، برشا معطيات وبرشا أرقام برافو وبرشا حاجات ما كناش نعرفوها. فوالا فوالا، لا تقرير شامل وكامل بصراحة. يا سي عمار، وانت معناتها رافع راية تكوين الشبان والمادة الخام وكل شيء، كرواتيا تتبنى الفكرة متاعك بالرسمي، تتبنيها كاستراتيجية دولة، مش كل نادي يعمل اللي على زي راسه، ومش كل الفوت وحدها والباسكت وحدها، لا منظومة كاملة تخلي بلد عنده فقط 4 ملايين نسمة، مازال كي استقل من يوغوسلافيا عام 91 وقعد في حروب وكذا، يعمل في 20 سنة وإلا 25 سنة أرقام استثنائية، 44 ميدالية، نهائي كاس عالم 3 مرات، دومي فينال الهوند، الباسكيت، الأساطير ونجوم رياضات فردية وكذا، هاو النتيجة قدامنا عمار. 4 ملايين سكانك هاو، اي نحن 12 احنا 3 مرات قدم، 3 مرات قدم. وتشوف انت على القليلة برا، امشي شوف انت اللي سي تلقاش فيها تيران باسكيت، ولا تلقاش فيه معناها فوت، ولا شوف الناس وين وليت، بالرغم انه الفساد موجود وبلاد معناها ما عندهاش برشا من اللي استقلت. شوف انت فاش يعملوا الملاعبية اللي خرجوا فيها والتكوين الصحيح، هذا هو التكوين اللي نحكيوا عليه، هذا هو التكوين. تبدا من 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 الصغار، تبدا ناس يحطوا ناس اكفاء يتلهوا معنا بالمكاتب، في المكاتب مش كان الكوره، في المكاتب سيستم سكولير عمار، تقرا الصباح العشيه تمشي تترينا، وقال لك الزمان فماش مدرسه بريفي ولا ايتاتيك ما فيهاش تيران تاع ميني فوت ولا تاع باسكيت ومتاع هوند، ما فماش الزامي واجباري في كراس الشروط. هذيك هي خويا، ملي عمرك 3 سنين تدخل تعمل اكتيفيتي سبورتيف، شفت ولاو معناها يغرس فيك انك تولي تحب الرياضه ملي انت صغير. احنا هوني شوف انت الانحراف اللي فما وقاعد يزيد، علاش انت كان تحط لهم معناها تيرانات، وكان توفر لهم ظروف، وكان تخليهم انا احنا شنو هو يكمل قرايته، نقولوا احنا يكمل ماضي ساعتين لو وين يمشي، وين يمشي شنو يعمل، من السي نورمال يولي فما انحراف وتولي فما مشاكل وبركاجات. يا ودي الرياضه ما تحبش تفهم الدوله هذه انه لازم خويا تعطي اقدر وقيمه للرياضه. احنا اخويا اخر حاجه نخمو فيها انهي الرياضه، هذاك علاش ماشيين ونوخروا، ماناش ماشيين ونقدموا، واللي الناس قاعده تطور. احنا رجعنا 10 سنين التالي بالتوالي، 10 سنين التالي، معناها شوف والله انسان كي يتفرج هكا، واني سيريوزمون ما كنتش نعرف لا فما تجربه كرواتيه، فما تجربه توا فهمت علاش المنتخب نتاعهم ديما يوصل للنهائيات، وعلاش ديما تلقاهم موجودين في الباسكيت وتلقاهم في التنس وتلقاهم في كل شيء. عندهم ايكيب تاع هوند عباره برازيل نتاع الهوند، معناتها كرواتيا هو راهو امتداد زروق، امتداد الاكس يوغوسلافي، معناها في الاديان نتاعهم السبور. اثنين، أهمية الاستثمار في الثروة البشرية في العباد، 4 ملايين نسمة تقريبا 37% يمارسون الرياضة، 1.5 مليون من 4 ملايين يعملوا سبور، يمارسوا في الرياضة. احنا تعرف قداش 3% بين 3 وبين 5 شاء الله كان غالدي يصلحوا لي، معناها احنا 12 3% برك يمارسوا في الرياضه، والرياضه اللي نتاع سامحني سمين صحح لك، مش يمارسوا في الرياضه، يمشوا يعملوا في مخايدين في سال دو سبور، مجازين اجازه عنده ليسانس، مش قايد في سال دو سبور معناتها مشي. مو تحب تستنسخ التجربه الكرواتيه وتحطها على احنا ما كناش عندنا مدرسيه كانت عندنا رياضه مدرسيه في الثمانينات وكانت متالقه، وكان اجباري اجباري، حصه التربيه البدنيه اجباريه، وحصه الموسيقى وحصه الموسيقى اجباريه، والفن المسرحي اجباري في المدارس واحنا صغار، كانت موجوده، كانت عندنا، مش حاجه جديده علينا. كان تشوف الارقام اللي اعطتهم بشرى توا، ارقام تدوخ في كل المجالات. الصغير كيبدأ في المدرسة هو صغير 7 و8 و9 سنين، التوجيه الصحيح
مش كان لعبة الكل برا للكرة القدم، لا فما رياضات أخرى نجم تتعلق بها. وليد يكون مغوش مغروم كرة القدم، يحب الناتاسيون، يحب التنس، ليه الوالدين متاعه بسيف يلزم كرة قدم، تطلع كريستيانو رونالدو يلزمك بس نورمال يا ولدي. فما مجالات أخرى متاع رياضة نجم تتألق فيها. نقطة أخرى مهمة برشا، التوقيت المدرسي وعانينا منه احنا برشا، وياما من رياضيين يا عمار يا اما خسروا الرياضة يا اما خسروا المدرسة متاعهم، موجودين الامثلة لتوا تقرأ من 8 ل 5 ونص، وقتاش تمشي خويا انت تترينا توصل 6 ونص منهك القوة، والكرتابة اللي فوقك فيها 15 كيلو بابا، 15 كيلو فوقك تمشي تترينا مع لي كاتيجوري، تمشي تترينا مع لي كاتيجوري تحصلش اون سول توش دو با، تعمل ساعة وتروح، تروح ميت بالتعب، تمشي ترق ديريكت، ما تراجعش دروسك، لا تراجع دروسك ولا تستفيد من الرياضة. والشيء ذي قلناه من التسعينات أنه التوحيد التوقيت المدرسي يزم حصة وحيدة فقط كما موجودة في البلدان المتقدمة وقادرين على ذلك، والإشكال ذي رغم التسعينات موجود ويتعاود. الاستنساخ ما نجموش نطبقوه لانه احنا ما نحبوش نتقدموا، ما نحبوش نتطوروا، وجعلنا من الرياضه، وجعلنا من الثقافه، وجعلنا من الرسم والموسيقى، جعلناهم مواد ثانويه، وخلينا ربما المواد الاخرى اللي نجحنا لهكا لهكا. اذا كانت تحب تنجح في الميدان هذايا لابد من رغبه سياسيه كما جات في تقرير نتاع بوشا، فما توجه مهم برشا، موضوع كبير ياسر، يهزك من 8 ل 5 ونص وتمشي الخمسة ونص تترينا ديجا مبين. شوف عنا ذي يا اخوي نحب ونهبط، واخوي اعطينا الوقت نموت يا اخوي نقعدوا في الوقت حتى تمشي. نقول لك حاجه باش نعطيك مثل، راك تمشي لخطبه الجمعه في تونس، خطبه الجمعه تضرب فيها ساعه وانت يا اخوي قاعد لين يجيك النوم في السعوديه وفي قطر وفي الكويت 20 مينوت تكون على برا، اي قال له استوعب الدرس وتقرا مليح وكل شيء. على غالب نحبوا اخويا الوقت نموتوا على الوقت. ثم نقطه اخرى انا شدت انتباهي اللي هي الحقيقه يشبهونا في الموديل ايكونوميك وسبورتيف. شو معناتها يشبهونا؟ بما معناها اقتصاديا كرواتيا ماهيش دوله عظمى في اوروبا، فاقتصاديا تعبين برشا، بوفوار داشا نتاعهم تعب برشا، عندهم كان 5 ملاعب، البطوله نتاعهم ضعيفه، ملاعبهم مهترئه، معناتها هذه نقطه تشابه كيف بطولة ضعيفة فقيرة ما فيها سبونسور كبير وفسيد. وعندهم برشا فساد. وثم نقطة أخرى مش محطوطة في التقرير اللي هما الملاعبية نتاعهم يحترفوا فيسع على خاطر الأندية تقلبهم في فلوسهم فيهم القلبة كيفنا نحن ما يخلصوش وما عندهم شكابي وكل شيء، بس دينامو الزغرب اللي هي ماهيش حاجة كبيرة ياسر في أوروبا تعمل ديما فاز ديبول وتشامبيونز ليج وتروح على روحها، ما فماش أندية كبيرة رغم هذا. لكن دينامو الزغرب مثل تو كرواتيا ذي بتعمل لاعبية المكون الأساسي والدينامو الأساسي أوكي، لكن بخلاف دينامو زغرب دونك رغم هذايا الكل رغم ثم برشا دي ديفايونس إلا أنه ثم نجاح على مستوى المنتخبات، على مستوى المنتخبات مش كان كرة قدم فقط، رياضات الكل مير. ونجاحات مش عملت 4 نقاط وربحت فرنسا معناها وروحت، معناتها نجاحات، عندي أبطال العالم 44 ميدالية أولمبية، أبطال العالم في واتر بولو، أبطال العالم وأبطال أولمبيين في الهوند في كل المجالات ويمبليدون والقفز بالزينة والمجالات الكل. احنا نبداو اخوي هكا، شوف اللي يحب ديما متشابهين فيه، متشابهين معناها احنا وكرواتيا، لكن شوف انت هما وين واحنا وين. احنا اخويا مروحين فرحانين ب4 نقاط، هما 2018 لعبوا توا اخويا وشي يكملوا لك توا، ممكن يمشيوا للنهائي، ممكن يمشيوا للنهائي. 98 زاد عملوا دومي فينال 98 معناتها عندهم 7 سنين استقلال برك، عملوا سوكر وبوبان ودافر سوكر. الناس خويا قاعده تتطور، الناس قاعده تتطور خويا، وقاعدين يمنوا بالرياضه ويمنوا معناها يمنوا عباد تمن بالرياضه. احنا ماناش لازم ما نمنوش بالرياضه، ولازم يا خويا نحطوا الماء في الركيب، ولازم نشد اني ولدي كما قال سمير بالسيف، نحب نحطه في ليه بالسيف يا ودي نجم بدنه، هو بدنه يصلح له باسكيت تاع باسكيت انت تحطه في الفوت يضيع منه ومنه. ناخذ رايك في نفس النقطه هذه، بطوله فيها برشا مسؤولين فيزدي، تيرانات نتاعهم خايبين برشا، ما عندهمش بنيه تحتيه وكذا، يشبهونا في النقطه هذه، لكن هما ناجحين ونحن فاشلين اكثر من الفشل. سمير كيفاش المعادله؟ المعادله تعرف شنو هو؟
اختاروا الشعب الكرواتي ولا في المونتاليتي او في العقيده نتاعهم انه طوق النجاه بالنسبه لهم هما يا اما الدراسه والتفوق يا اما الرياضه والتفوق في كل مجالاتها. دونك الصغير كيما كان تشوفوا قصه مودريتش وغيره من الملاعبيه، الصغير كيحط هدف نتاعو، الهدف الاسمى نتاعو انه من خلال الرياضه باش نغير حياتي وباش نغير حياه عائلتي وباش نعطي صوره اخرى لبلادي، وبالتالي يبدا يخدم بالعقيده ذي وعنده الطموح ان يوصل اعلى المراتب، وبالتالي هو بالنسبه لي هو المحطه الاولى في بلده الاولاني الكرواتيا للتكوين واحد، لكن الهدف الاسمى هو الخروج وين لاوروبا لاكبر الانديه، يستحملوا الظلم ويستحملوا التعب ويتعبوا ويخدموا ويحطوا قدامهم هدف وحيد انه الوصول الى القمه. ولذلك ترى انه في منتخب الكرواتي توا ملاعبيه تلعب في الانتر وتلعب في الريال وتلعب في غيرها من الجمعيات في تشيلسي وما ادراك، وبالتالي عندهم لاعبيه صف اول هذية ما تنجمش تشريها بالفلوس خاطر الباز موجوده ابار الباز تعرفش تعمل تشيلسي والريال كي تشري طفل صغير من كرواتيا مضمون خاطر الباز موجوده مضمون اي سورتو في المونتال قوتهم في المونتال ما يسلموش ويخدموا ويحبوا يوصلوا هذاك علاش الى الجانب الصوره القاتمه لكرواتيا الفساد وغير من الفساد وبنيه تحتيه مهترئه وتعبه برشا لكن في المقابل تلقى قوه بشريه وعلى المستوى الذهني كذلك قويين برشا وعندهم الطموح ان يوصلوا لبعيد. فما جمله الاخرانيه نحب نعاود زيد نخدم بها ليميسيون نتاع اليوم في التقرير اللي هي كي تسال اي مواطن غير كرواتي تقول له شتعرف على كرواتيا يقول لك نعرف دافور شكر نعرف نعرف مودريتش ونعرف باليتش نتاع الهوند فهمتني ما يعرفوا حتى على كرواتيا تعرف شو معناتها الحكايه اللي نحكيوا فيها نحن تو يعني الرياضه هي سفير الدوله هي الايماج هي اللي تجيب لك السياحه هي اللي تجيب لك الاستثمارات وهي اللي تدخل لك برشا فلوس. شوف انت واحد قديش قال من واحد ورجع. المغرب باش تلعب هي وفرنسا شوف قديش من واحد باش يتفرج معناها تروج في السياحه تسويق مجاني تسويق هيك كرة القدم اما ناس الكل زاد تحمل المسؤوليه. نعطيكم زاد خرجنا راهو من كرواتيا كل شيء قبيله شويه في اللايف نتاع مختار تليلي يلد على عمار جمال 3500 يتفرجوا في اللايف. الموضوع الجدي نتاع كرواتيا تعرف قديش يتفرجوا في اللايف 47 مواطن هكي. شكرا على المتابعه صباح الخير مولاي احذف بلاصتك. EFM.